بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد على القناة، دائما مع سلسلة دروس مادة الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط الفصل الثاني. وصلنا كما قلنا للوضعية التعليمية الثانية اللي هي التنمية الاقتصادية في الجزائر. قلت لكم الفيديو هذا راهو طويل بزاف على هذاك، ولا الدرس هذا راهو طويل بزاف على هذاك، قسمته الى اجزاء. شفنا في الجزء الاول الامكانيات الاقتصاديه، شفنا الامكانيات الزراعيه اللي هي نوعين، امكانيات طبيعيه وامكانيات بشريه، وشفنا الامكانيات الصناعيه اللي هي ثاني نوعين، موارد متجدده وموارد غير متجدده في الجزء الأول. الجزء الثاني من الدرس شفنا جهود التنمية في القطاعات الاقتصادية، بدينا بأول قطاع اللي هو استراتيجيات التنمية في الزراعة، وشفنا كما قلت لكم شفنا الجزء الأول استراتيجيات التنمية في الصناعة. اليوم بإذن الله راح نشوفوا شفنا في الجزء الأول استراتيجيات التنمية في الزراعة، اليوم راح نشوفوا استراتيجيات التنمية في الصناعة. نبدأ على بركة الله. بسم الله. الصناعة الثقيلة، عندنا استراتيجيات التنمية في الصناعة. الصناعة الثقيلة اللي هي تمثل صناعة الحديد والصلب، أهم مراكزها الحجار عنابة 2 مليون طن، مركب جيجل والجزائر العاصمة، وهران، تيارت العلمة، وتوجه إنتاجها إلى البناء النقل إلى البناء ونقل البترول والغاز والمياه. أعيد، الصناعات الثقيلة صناعة الحديد والصلب، أهم مراكزها الحجار بعنابة 2 مليون طن، ومركب جيجل، مركب الجزائر العاصمة، وهران، وتيارت والعلمة، ويوجه إنتاجها إلى البناء. ثم إنتاج الحديد والصلب يوجه إلى البناء، ويوجه إلى نقل البترول ونقل الغاز والمياه. عندنا الصناعة الميكانيكية، عندنا الصناعة الميكانيكية خصص لها 15 مليار دينار جزائري، حيث حققت عدة مشاريع مثل مركب الحرارة والمحركات، مركب آلات الأشغال الثقيلة بقسنطينة، مركب الرويبة لإنتاج خيرات البترول ووسائل النقل، مصنع تيارت لإنتاج هياكل الشاحنات والمقطورات، وسيدي بالعباس إنتاج آليات الفلاحة. أعيد، الصناعة الميكانيكية خصصت لها 15 مليار دينار جزائري، حيث حققت عدة مشاريع. مثل مركب الحرارة والمحركات، مركب الآلات الأشغال الثقيلة بقسنطينة، مركب الرويبة لإنتاج خيرات البترول ووسائل النقل، مصنع تيارت لإنتاج الهياكل الشاحنات والمقطورات، وسيدي بالعباس إنتاج آليات الفلاحة. البترول، لم ترث الجزائر من الاستعمار إلا مضخا واحدا وهو مضخ حسيم سعود، وكان لابد من إنجاز مشاريع أخرى مثل مصنع الجزائر، أرزيو، وسكيكدا. أعيد، تمييع الغاز الطبيعي هو تحويل الغاز الطبيعي الجاف إلى سائل من أجل تسهيل عملية النقل والشحن. الصناعة البتروكيميائية، تنتج مبيدات الحشرات، البلاستيك، المطاط، الأسمدة، أهم مراكزها مركب أرزيو عنابة، سكيكدا سطيف وأشلف. عندنا الصناعات الخفيفة، عندنا صناعة النسيج والجلود، تتكون هذه الصناعة من 16 وحدة إنتاجية تنتج الخيوط القطنية والصوفية والأقمشة. الصناعة الإلكترونية، تنتج أهم المنتجات الأخيرة الإلكترونية والكهربائية والكهرومنزلية وغيرها. كما قامت الجزائر بالعديد من الإصلاحات، أهمها استعادة الثروات الوطنية عن طريق تأميم المناجم سنة 1966 وتأميم المحروقات سنة 1971، الاهتمام بالصناعات الثقيلة والمدعمة لمختلف الصناعات، بناء مركبات صناعية، إعادة تأهيل المناطق الصناعية مثل
مشروع بلارة بجيجل وفتح مجال للاستثمار وتشجيع. أعيد الاستراتيجيات ولا استراتيجيات التنمية في الصناعة، عندنا ألف في الصناعات الثقيلة، صناعة الحديد والصلب أهم مراكزها، الحجار عنابة 2 مليون طن، مركب جيجل، الجزائر العاصمة، وهران، تيارت والعلمة، وتوجه إنتاجها إلى البناء، نقل البترول، الغاز والمياه. الصناعات الميكانيكية خصصت لها 15 مليار دينار جزائري، حيث حققت عدة مشاريع مثل مركب الحرارة والمحركات، مركب آلات الأشغال الثقيلة بقسنطينة، مركب الرويبة لإنتاج خيرات البترول ووسائل النقل، ومصنع تيارت لإنتاج هياكل الشاحنات والمقطورات، وسيدي بالعباس إنتاج آليات الفلاحة. أن البترول والصناعات البترولية، لم ترث الجزائر من الاستعمار إلا مضخا واحدا وهو مضخ حسي مسعود، وكان لابد لها من إنجاز عدة مشاريع أخرى مثل مصنع الجزائر، أرزيو وسكيكدا. نشوفوا تمييع الغاز الطبيعي. تمييع الغاز الطبيعي، وما معنى كلمة تمييع الغاز الطبيعي؟ هو تحويل الغاز الطبيعي الجاف إلى سائل من أجل سهولة عملية النقل والشحن. الصناعة البتروكيميائية تنتج المبيدات الحشرات، البلاستيك، المطاط، الأسمدة، وأهم مراكزها مركب أرزيو، عنابة، سكيكدا سطيف وأشلف. أن الصناعات الخفيفة، أن صناعة النسيج والجلود، تتكون الصناعة هذه الصناعة من 16 وحدة إنتاجية تنتج الخيوط القطنية والصوفية والأقمشة. الصناعة الإلكترونية تنتج أهم المنتجات الأخيرة الإلكترونية والكهربائية والكهرومنزلية وغيرها. كما قامت الجزائر بالعديد من الإصلاحات، أهمها استعادة الثروات الوطنية عن طريق التأميم، تأميم المناجم سنة 1966، تأميم المحروقات سنة 1971، الاهتمام بالصناعات الثقيلة والمدعمة لمختلف الصناعات الأخرى، وبناء مراكز أو مركبات صناعية، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية مثل مشروع بلارة بجيجل، وفتح مجال للاستثمار وتشجيعه. أعطوهم رسم ولا إدماج جزئي، قال لهم أرسم على كراستك الصفحة 61 الشكل 9 اللي هي خريطة الطاقة والمعادن في الجزائر. خريطة الطاقة والمعادن في الجزائر، ها هي في خريطة الطاقة والمعادن في الجزائر اللي هي الصفحة 61 الشكل رقم 9. ها هي كي عندنا كيما هنا عندنا باسكي كدا، عين برمار، جيجل، بجاية، الجزائر، مستغانم، أرزيو، بنيصف، وهران، تلمسان. هنا يشوفوا أنواع الصناعات. ها هي كي هذه هي الخريطة اللي قلت لهم أرسموها. هذا هو خريطة الطاقة والمعادن في الجزائر. بهذا القدر هذا نكون أنهينا الفيديو تاع اليوم. شفنا فيه الجزء الثاني من العنصر الثاني اللي هو استراتيجيات ولا جهود التنمية الاقتصادية في الجزائر، وبالتالي خلصنا الوضعية التعليمية الثانية الخاصة بالفصل الثاني من مادة الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط. الوضعية التعليمية الثانية التنمية الاقتصادية في الجزائر، شفنا فيها الإمكانيات الاقتصادية في الجزائر، إمكانيات زراعية، إمكانيات طبيعية، إمكانيات بشرية، وعندنا إمكانيات صناعية. شفنا موارد طاقوية متجددة، وشفنا موارد الطاقوية الغير متجددة، شفنا الموارد المعدنية، وشفنا جهود التنمية في القطاعات الاقتصادية، شفنا استراتيجيات التنمية في الزراعة، تطبيق التنظيمات الزراعية، وشفنا استراتيجيات التنمية في الصناعة. بهذا القدر هذا نكون أنهينا الوحدة التعليمية الثانية من مادة الجغرافيا السنة الرابعة متوسط الفصل الثاني. نتلقاو مع الوحدة التعليمية الثالثة إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله نكون فدتكم. نتلقاو في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.